الآن الآن أحلى فطار مع الصغار والكبار للشيخ أمين الأنصاري. رحمة الغراء بالخيرات تهدينا. على أحلى فطار حضروا الأبرار وصغار وكبار، على أحلى فطار حنقول أناشيد والكل سعيد ونتابع معكم كل جديد. الرأي رشيد ولقاءنا مفيد والخير هيعم الكل أكيد. على أحلى فطار حضروا الأبرار وصغار وكبار على أحلى فطار. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبابي إخواني وأخواتي أولادي وبناتي، حلقة جديدة من حلقات أحلى فطار. أحلى فطار الليلة دي في عدة فقرات زي ما تعودنا، وهم أربع فقرات، اتنين منهم للأطفال واتنين منهم للكبار. أحلى فطار الليلة دي، واحنا زي ما قلت لكم قبل كده ان احنا تعمدنا ان نخليه خفيف علشان يعني تبقوا سعداء وانتوا بتفطروا. تعالوا نشوف الليله دي في احلى فطار فقراتنا. احنا معانا اربع فقرات زي ما ذكرنا. الفقره الاولى طفل اول مره يشوف نفسه في المرايه، تعالوا نشوف هيحصل ايه. الثاني طفل معاه لعبه لما بتشتغل بيبكي وبيصرخ، طب تفتكروا هو بقى هيحب يعمل ايه؟ هيحب يشغلها مرارا وتكرارا علشان لما تعيط يعيط معاها، ودي حاجة غريبة جدا، بيحب يخوف نفسه. التالتة التسلق، بس المرة دي لا تسلق شجر ولا حتى تسلق عماير، المرة دي تسلق جبل، لا مش جبل واحد، ده جبلين، جبلين قصاد بعض عايز يمشي ما بينهم. هنشوف هذا التسلق وهذا المشي على الحبل بين جبلين، ودي طبعا أعلى قمة ممكن إنسان يمشي عليها بهذه الطريقة. الأخيرة واحد حب أيضا يتسلق، بس المرة دي قال أنا هعمل أكتر من اللي عمله صاحب التسلق بين الجبلين ده، أنا هتسلق بين منطادين. المنطاد أنتوا عارفينه. علشان ما ضيعش وقتكم وعلشان نستمتع احنا وانتم بفقراتنا، تعالوا نشوف ونبدا مع اول فقراتنا، الطفل الصغير اللي اول مره يشوف نفسه في المرايه. اتفضلوا تعالوا نشوف هيعمل ايه. أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع. طبعا شايفين البراءة، حب شكله متصور نفسه إنسان آخر فبيتلطف معاه وبيقبله، وهكذا الأطفال كل مولود يولد على الفطرة. الأطفال مصابيح البيوت وعصافير الجنة. أما التاني فمعاه لعبة تشبه الديناصور الصغير طبعا، وكل ما شغله ويعمل صوت يبكي، الولد يبكي. طب وبعد ما يبكي ويخلق واللعبة تخلص خلاص تقف، بيشغلها تاني، بيحب يخوف نفسه، طفل بيحب يخوف نفسه. تعالوا نشوفه وتعالوا نشوف أيضا البراءة في التصرفات. اتفضل. بيحب يخوف نفسه، حاجة عجيبة جدا يعني، سبحان الله.
تعالوا بقى نشوف المتسلقين دول عايزين يعملوا ايه. واحد عايز يمشي على اعلى قمة جبلين، مش قمة جبل واحد وتحتيه مية. تعالوا نشوف المسافة ونشوف قد ايه العلو الشاهق، وده متحدي وبيتحدى هذه المصاعب وهذه العوائق علشان نعرف ان من ساهر من طلب العلا ساهر الليالي. تفضل. شوف المنظر بقى، قمة جبلين المسافة بينهم أعلى من 3 مرات برج إيفل في فرنسا، وبرج إيفل من أعلى القمة. شوفوا بقى أهو عامل حبل بين جبلين زي ما حضراتكم شايفين، وبيمشي وبيمشي وبيقف على رجل واحد وبيمشي. شوفوا التسلق، شوفوا الحذر، شوفوا المنظر، سبحان الله العظيم. يعني حاجة قمة التحدي وقمة الرغبة في قمة الرغبة في الإثارة وفي الإنجازات. شوف مبسوط ازاي وفرحان، سبحان الله. شوف مرة تانية، واجعله يقلد في صبر للهادي في حسن الخلق. اديكم شفتوا، شوفوا اللي بيطلب العلا في مثل هذه التحديات وهذه القمم، ده يعني خد قد ايه تدريب وخد قد ايه تمرين. تعالوا بقى، يعني اللي عايز يطلع قمه في الجنه، واللي عايز يطلع للدرجات العلا زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال: فاولئك لهم الدرجات العلا. انت ايه اللي يمنعك؟ ايه اللي يمنعك تبقى في عليين؟ وايه اللي يمنعك تبقى من المقربين؟ حاول. واحنا لسه في رمضان، وما بقي هو اعظم الايام والليالي. حاول حاول. اللي ما تابش يلحق يتوب، واللي ما اجتهدش يلحق اجتهاد. انت تقدر دلوقتي تختم القران يمكن مره او اتنين كمان. اللي ما اعتكفش الايام اللي فاتت يعتكف في هذا اليوم المبارك. عايزين نتقدم وعايزين نستعين بالله سبحانه وتعالى علشان خلاص ليله القدر غالبا غالب الظن في الليله القادمه ان شاء الله. يعني لازم نجتهد. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وكذلك والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. تعالوا بقى نشوف واحد اعلى من ده كمان هيعمل ايه. هيتسلق ويمشي ما بين منطادين. المنطاد ده طاير في الهواء ومتحرك مش ثابت، وجاب منطادين ووصل ما بينهم بحاجة تشبه الحبل السميك شوية، وايضا مشي ما بينهم، وده طبعا كانت حاجة غريبة جدا وعجيبة. تعالوا نشوف صاحبنا ده عمل ايه عشان نشوف فعلا لكل مجتهد النصيب. حاول وواصل. تفضلوا معي. شوفوا هنا، ادي المنطاد وادي المنطاد، ووصل ما بينهم. طبعا مش عايز اقول لكم الموضوع ده في قمة شوف المنطاد، منطادين وطايرين، وده بيمشي ما بينهم. المنطاد طاير والمنطاد طاير، والتنسيق ما بينهم حاجة مش سهلة أبدا أبدا. وده حط بينهم خشبة وأهو شوفوا، وبيمشي ما بينهم بطريقة يعني مين كان يتصور إن في السماء فوق واحد بيمشي بين منطادين. زي ما حضراتكم شايفين في صبر للهادي في حسن الخلق. يعني ده قمة التحدي، قمة التحدي.
شوفوا المنظر سبحان الله. وده بينهم عايز شوفوا الواحد لما يحب يعمل حاجة بيعملها، ولما يحب يطلع القمم بيطلع، وربنا سبحانه وتعالى بيعين وربنا سبحانه وتعالى بيكرم سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام قال لما تيجي تحاول تعمل حاجة ربنا يوفقك، لو عايز تستغني ربنا يغنيك، لو عايز تتصبر ربنا يصبرك، لو عايز تستعف ربنا يعفك. النبي عليه الصلاة والسلام قال ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يستعفف يعفوه الله سبحانه وتعالى. الكفاح والجهاد جميل، وربنا سبحانه وتعالى قال وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. وقال الله عز وجل فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. الناس دي طلبت أسباب دنيا ووصلت، ربنا ما حرمهمش من أسباب الدنيا ولا نتائج الدنيا. أنت قدامك الآخرة مفتح لك أبوابها، وفي رمضان بتفتح أبواب الخير، تفتح أبواب الجنة، تغلق أبواب النار، وتصفد الشياطين. الحق ما خلاص ما بقاش فاضل إلا أيام معدودة، إلا أيام معدودة، أقل من 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 سدس الشهر، أو يمكن خلاص. أسأل الله سبحانه وتعالى يا رب ربنا يتقبل منا ومنكم. أحبتي بالحب التقيت بكم وبشوق أنتظركم إلى غد إن شاء الله عز وجل من أحلى فطار. أتمنى لكم إفطار هنيء، شرب مريء، ضحك بريء، وقلب بالإيمان بالله عز وجل مليء. السلام عليكم ورحمة الله. إفطار المسلم في رمضان فرحة.